بالنسبة لنا كإدارة تقنية ولا لاعبين ولا مسؤولين واعيين كل واحد بالمسؤولية اللي عليها تاع الفريق الجديد فريق صاعد الدرجة الثانية البروغرام راح نمشي يعني الوداد الجديدة لازم ندعي المضيف الفاسي الجيش يعني خمسة ديال الأندية اللي كبيرة التاريخ ديالها واللاعبين ديالها في الدور ديالها في السير ديالها إذا كنظن أن بالنسبة لنا حسن الجيري هاد لي سانك بومي ماتش عاد نفكرو باش يخرج شنو هي الجيري هي كتلعب ماتش فقط بالنسبة لنا حنا من بداية من جديدة عرفنا أن بإمكاننا نلعبو مع الأندية الكبيرة لأن كنا منهزمين في ميداننا وحنا متعبنا في القنيطرة نفس الشيء كان لازم أولا باش تبقى المعنوية ديال اللاعبين المختلفة خصوصا أن حنا شباب ما نهزموش بحساس كبير إذا اليوم في الشوط الأول دخلنا بهذا أن أولا نسدو الثغرات لعبنا ضد فريق كبير الفريق اللي الآن غادي يلعب نصف فيها كأس إفريقيا وكنتمنى بهذه المناسبة التوفيق إن شاء الله يجيبوا التأهيل إذا كتحتارهم وتشوف شنو كاين الشوط الثاني غيرنا شوية بغينا نمشيو نقلبوا على الهدف كان بإمكاننا يعني نحسنوا عليه خصوصا لما تطرد الحارس كانت جاتنا فرص فاليوم ما جابش الله ولكن ان شاء الله مازال نكملوا في الاستعدادات ديالنا فيما يخص الهجوم كتعرفوا ان يعني الفريق ديالنا ما داش امتدادات كبيره ما كاين حتى شي اسم اغلبيه اللاعبين جاو من الهواد اغلبيه اللاعبين جاو من الفريق ديال الامان ما خصهم وقت كنقولش ان ما فيهم ما عندهمش عندهم ما كيخصهم وقت الا شفتوا اليوم معنا يعني الدور اللي قام به في الدفاع اكثر من الهجوم هذيك ما طلبناش منه هو بسوم شاو علاش لان خايف من مغرب فاسي هذه المقابله الرابعه ديالو هذا اللاعب بحال هذاك خصنا نعطيه وقت ان شاء الله غادي يكون اللاعب اللي يسجل اللاعب اللي كان في الجهه اليسار معروف بالطياره زوري حتى هو ان شاء الله يعني بشويه بشويه كيتحسن باش تكون نادي المدريد اللي جاته فرصه كبيره ضيعها اليوم قام مقابله كبيره جاي لاعب اخرين جيد اللي دخل في الشوط الثاني دخل ولعب بحال لاعب اللي يعني سقطوا لعبوا 65 فلازم نصبروا على هذا الشبان هذا ولازم نصبروا على انهم يجيو وان شاء الله من بعد الجيش غتشوفوا واش اخر الخميسه